ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عونا للناس دوما، تنادينا خواطرنا. كجويد فهتقبل يعني، فانت مهم قوي يعني، حتى هتتميز بيه يعني، مهم قوي تتميز بالشعر الكوبي وبيست كوبيست بقى، الناس هتجي لك تاني يعني. وده اللي بيحصل في الاخر، بتفشل، بتلاقي مثلا في ذات المناطق الجديده هي كله فتح سوبر ماركت. طب في الاخر بقى بعد كده ده ايه؟ كارفور قفل جنبه، فتح جنبهم كله. هو ده كان بيزنس موديل مختلف، فهو انت يعني عاوز تنافس ايه البيزنس موديل بتاعك؟ ايه انت غالب مثلا حاجه زي كارفور جنبك ولا حاجه زي كده. فده الهدف. في دلوقتي السؤال، قبل كده خلصنا الجزء الثاني اللي هو نشتغل فيه، شريف ان شاء الله هيكلمه، اللي هو بزنس ان اكشن، بزنس موديل ان اكشن. بعد كده نبدا في ورك شوب هنعلق البزنس موديل ونبدا نشتغل عليه، كل شريف هيتكلم فيها دي ان شاء الله. في سؤال على الجزء اللي فات؟ بس عندي سؤال برضه ما فهمتوش، مش فاهم السيطره. الديوريشن بعد ما انا اخلص مثلا كذا سيناريو في المودلز، خلاص انا خلصت، الحكم بتاعي او الديوريشن بتاعي ايه؟ اقول ان ده فشل او نجح؟ لا لا، الكوست مثلا؟ هو لا، ممكن تحط ارقام، تحط الارقام تقول لا ده غالي، مش هقدر انفذه، محتاج ريسورس كتير، مش هقدر انفذ ده، ما عنديش امكانيات. شوف بقى امكانياتك ده، ما عنديش عشان اعمل كده، ما عنديش الريسورس دي في المنطقه دي. فتبدا انت في بتعمل بقى سوت اناليسيس، الحاجات اللي هي بتعمل بقى سوت اناليسيس. في عنده هو بيسميها دوت ماكراسي، دوت فوكراسي، اللي هو يعني لو انت مجموعه وكل واحد معاه مجموعه من الدوتس، نقط يعني او بوينتس، اللي هي بوينتس مثلا، مثلا انت معاك 10 بطاقات وعندنا مثلا 5 بيزنس موديل، فكل واحد يعني يحط مثلا بيزنس موديل، انت ده هتديله 5، ده هتديله 3، ده هتديله، شوف اكتر بيزنس موديل عنده الحاجه دي مثلا واحد الدور. ممكن بالارقام، لو حطيت ارقام ممكن الموضوع يتضح اكتر بالنسبه لك. سوات اناليسيس الموضوع يتضح اكتر، كل دي اساليب يعني اساليب تستخدمها في الحته الناس اسمها. تمام. هي في اسئله على الجزء ده؟ الباشمهندس انا يعني تقريبا وصلت ان في اعتقد اللي قاله الباشمهندس ان انا في جزئيه هنا اللي هي الكوست ستراكشر، واللي انا مش قادر احسب الكوست ولا الريفينيو الا لما الموضوع يبقى في الارقام، او يعني اجرب يعني فعلا ايه، اسال مثلا الريسورس بتاعي، اعرف الريسورس بتاعتي هجيبه قد ايه مثلا، لو عملت المشروع الاكتيفيتيز بتاعتي هتكلفني قد ايه، البارتنر ده طب احنا شايفه قد ايه. ده ده يا زلمه بقى كده بتكلم، ده تفاصيل، التفاصيل دي انا ما بتكلمش فيها، انا بتكلم في هاي ليفل. هو ده ليه كام ده ينفع ينجح ولا ما ينجحش؟ والله ده ينفع ان انت تخش في التفاصيل، انا هنا مفيش تفاصيل خالص. انا هنا بقول لك ده بالنسبه لي ده في ربع ساعه، ده في ربع ساعه كده هيطلع بس لسه هيعملوا تيست. ايه مرحله التيست دي؟ هي اللي تحددني؟ ايوه بالظبط، هي بعد كده تخش التيست يعني. احنا بس عاوزين يعني نحط الهاي ليفل كده موجوده، بارتنر شيب انت مثلا بتسال بارتنر شيب مع الشركه الفلانيه، ينفع تعمله ولا ما ينفعش كده؟ بس ينفع ولا ما ينفعش؟ وهكذا. لا مش ينفع يبقى سيب البيزنس موديل، ما ينفعش البيزنس موديل تاني، وهكذا. فده هاي ليفل بيزنس موديل بتستخدمه عشان بس يعني بعد كده طبعا تعمل تيست دي بروتايب وتيست، وبعد كده تشوف ينجح ولا ما ينجحش، بعد كده تحط ارقام وهكذا يعني. هذا الكانفاس متى اسمه جديد؟ 2010. ايوه 2010. قبل 2010 ايش كانوا يستخدموا هذه العمليه؟ بزنس بلان. بزنس بلان. يعني كان بتعمل بزنس بلان بس دلوقتي ستارت اب وقعدوا هم على البزنس بلان اللي هي حته شركه بتعمل بزنس بلان اللي هي عاوزه ستابيلتي. هو ما عندوش ستابيلتي عشان يعمل بيزنس بلان ويشتغل فيها، بس هو عاوز يعمل حاجه زي كده، هو يجربها ويشوفها، يرجع ويجربها ويشوفها ويجربها ويشوفها. هي كانت دراسه الجدوى، دي كانت دراسه الجدوى زمان، دراسه الجدوى. اه زي دراسه الجدوى ومشي عليها خطوات، يعني دراسه الجدوى مشي عليها خطوات، بس هي الدنيا متغيره خالص يعني. الشركات دلوقتي شركات كتير جدا يعني فشلت في الموضوع دوت، هي الشركه الصغيره. ايوه تقريبا خسروا تقريبا 10 مليار دولار، سواء 15 مليار دولار بعد 5 سنين شغال في مشاريع طلع مرسى معين. طلع مرسى معين ساعتها عشان يتكلم من اي مكان في العالم بالماشين بتاعته. الماشين دي كانت 3 دولار ساعتها عملوها. هو
هم كانوا قاعدين قعدوا شافوا نفس الموبايل كان شغال طالع واحده واحده في الاخر يعني خسروا شيء خسروا 16 مليار دولار دي بسبب ايه؟ اوكي عندهم بيزنس بلان يعني بس هم ما تايمنج ما مشوا على البيزنس بلان بالظبط فبس الدنيا كان في الدنيا قويه جامد جدا قدامهم وجابوهم ما خدوش بالهم ان هم مشوا على البيزنس بلان بتاعتهم وحققوا كمان من تايم وبادجت وبتاع وخلاص يعني مفيش حد خالص وكذا عند نوكيا نوكيا لو قلت لك نوكيا او تيجي اتفضل هو في الان بس العلاقه بين الاستراتيجي وبين البيزنس موديل قضيه لان في بعض الاوقات بيحصل خلط من ايهما يسبق الاخر يعني دايما مدخلات البيزنس موديل هي لها استراتيجي ولا الاستراتيجي طلعت من الموديل انا يعني هنا يعني ايه لا هو هنا يعني في البيزنس موديل هنا يعني ما بنتكلمش يعني في استراتيجي طلع بنتكلم على مستوى يعني ممكن اوبريشن شويه او تكنيكال شويه انا عندي فاليو عاوز اقدمها معين يعني عندي فاليو معينه عندي عاوز اقدمها للكاستمر فبتكلم على مستوى يعني البرودكت والمستوى الفاليو دي لازم تيجي من الاستراتيجي على حسب حسب بقى انت يعني فوق يعني انا بتكلم هنا يعني طب هو اصلا ده معنى الاستراتيجي دي عندي بس تعليق على الجزء دوت يعني في معدات الاستراتيجي دي اللي بيبقى هدفها انها تعمل حاجه الشركه هتشتغل عليها لمده 10 سنين فانا باخد الاستراتيجي دي وابدا اعمل بزنس موديل المطلوب اعمله فيها يعني مثلا ممكن الشركه بتاعتنا مثلا واحده من الاستراتيجيز بتاعتها انها تبدا تقدم برودكت جديد البرودكت الجديد ده هتترك بيه يعني مثلا كاستمر سيجمنت معينه او هتنتريت بيه ماركت سيجمنت معينه ما كانتش موجوده عندي قبل كده. البرودكت الجديد ده لازم هاخده وابدا ابص على يعني البيزنس موديل بتاعه مين الكي ريسورسز اللي هيساعدوني اني انتج البرودكت دوت؟ هل احتاج بارتنرز جداد غير البارتنرز اللي موجودين عندي؟ هل فعلا في فاليو بروبوزيشن عاليه من البرودكت الجديد؟ هل في كومبيتيتورز موجودين؟ هل عندي شانلز وريسورسز؟ يعني في الاخر الاستراتيجي لازم اترجمها لحاجه الناس تقدر تفهمها. البيزنس موديل من اشهر المودلز اللي بتخلي فيه كومون فوكابلر لما اجي اكلم انفستور هيقدر يفهم يعني ترجمه الاستراتيجي دي عن طريق بيزنس موديل اللي انا حاطه. انا هو الجزء بتاع البيزنس موديل اكشن يعني المفروض ان احنا عدينا على البيزنس موديل كانفاس بالكامل وفهمنا التسع سيكشنز يعني الموجودين فيه فانا عاوزكم تركزوا فيه لان احنا هندي فيه اكزامبل على واحده من الشركات المشهوره وازاي الشركه دي يعني غيرت البيزنس بتاع صناعه القهوه عموما وازاي يعني عملت فعلا ادد فاليو بشكل كبير ما كانتش موجوده عند حد وبعدين هنتكلم على شويه يعني جراوند رولز كده وبيست براكتسز لان بعديها في ورك شوب والمفروض الورك شوب ان شاء الله هتاخده الكانفاس وكل مجموعه هتعمل يعني ايديا معينه او هتحط بيزنس موديل معين على الكانفاس ده فاللي هناخده في الان اكشن دوت هنطبقه وبعديها على طول فلو عندكم سؤال مثلا او حاجه محتاجين يعني توضيح بسرعة وطول أتمنى الجزء إن شاء الله يكون يعني قبل ما أبدأ بس يعني بالإن أكشن عايز أرجع يعني ستيب صغيرة شوية إن دايما بناء البيزنس موديل بيعتمد على مجموعة أسئلة كتير زي دول يعني كل سؤال من الأسئلة ديت وأنا بسألها لنفسي بوضح لنفسي بشكل كبير جدا إزاي الجزء دوت هقدر أبنيه بشكل كويس المثال بتاع السوبر ماركت او التموينات دوت فعلا يعني ان افكر في البارتنرز هم مين وهعمل ريليشنز معاهم ازاي وافكر في حاجات كتيره متعلقه بالجزء بتاع البارتنرز دوت ده فاكتور كبير جدا من نجاح السوبر ماركت بتاعي وممكن فعلا لو ما فكرتش او ما جاوبتش الاسئله دي اصلا الموضوع ما ينجحش. فنفس الكلام هنلاقيه هنا يعني نفس الكي بارتنرز دول هو ار اور كي بارتنرز هو ار اور كي سبلايرز مين هم الناس ديت وانا which key resources are we acquiring from the key partners ممكن يبقى عندي بارتنر معين قوي جدا باخد منه حاجه بس البرايس عالي او بارتنر تاني اضعف شويه بس باخد منه برايس كويس فدي الفكره بس انا كل ما بعدي على الاسئله دي بقدر اجاوب فبالتالي اطلع البيزنس موديل بتاعي بشكل كويس. خليني بقى ادخل في يعني الاكشن بتاعنا اللي هو الشركه دي الاول يعني حد عارف المكنه دي حد يعني شافها قبل كده؟ يعني حد يديني تفاصيل عنها المكنه دي الاول بتاع شركه مين؟ نسبريسو بتاع يعني نسبريسو واحده من الشركات بتاعت نسبريسو طيب بتعمل ايه؟ طب يعني قصدي ايه الحاجه المختلفه فيها؟ انها بدات تبيع القهوه في كبسولات ممتاز جدا طيب وهل كان دي مشكله موجوده قبل كده؟ يعني حد يعني انا يعني قصدي مثلا هل حد فكر من ثلاث سنين انه يعمل اسبريسو مثلا بالبندق في البيت؟ هل حد فكر قبل كده مثلا من ثلاث سنين انه يعمل لاتيه او كابتشينو او وات ايفر في البيت بسهوله او بفليفرز مختلفه؟ طيب هي الشركه دي عملت ايه؟
اللي عملوه ان هم عملوا بيزنس موديل معين قدموا فيه المكنه الصغيره ديت، ومع المكنه ديت قدموا يعني ايش زي جوجل مش اللي بعده مش الجار تاني. الفكره ان يعني اللي نسبريسو عملوه ان هم قدموا المكنه الصغيره ديت المفروض انها يعني تخليك تعمل الكابتشينو في البيت، وقدموا البوبس او الفاز اللي هي العلب الصغيره تخلي كل واحده يعني كل حد يعني كيف او عنده يعني مزاج في الكابتشينو بالفليفرز المختلفه يقدر يستخدمهم مع بعض. احنا اللي هنحاول نعمله دلوقتي احنا هنبص كده مع بعض الناس دول يعني عملوا ازاي البيزنس موديل بتاعهم، ايه الحاجات الاساسيه اللي ساعدتهم في ان هم ينجحوا في كده، واستخدموا مثلا ايه ريسورسز وايه اكتيفيتيز وايه نوع الريفينيوز بتاعتهم وايه نوع الكوست ستراكشرز اللي عندهم وهكذا. يعني الحقيقه وانا شغال عاوز بقى يعني مساعده منكم، لان اكيد كل يعني كل مربعاتي المره دي هنملاها مع بعض في الورك شوب هتملوها لوحدكم، فاحنا بنملاها مع بعض لازم ايه يعني اسال يعني انتوا تجاوبوا معايا. نبدا الاول يعني انا يهمني الاول الفكره واضحه، يعني الاسبريسو معروفه والبودز بتاعتها دي معروفه ومعروف الفاليو بروبوزيشن اللي هم قالوا. نبدا مع بعض كده يعني الكاستمر سيجمنتس هم كانوا بيخاطبوا مين؟ كل اصحاب المزايا الهاوس هولز يعني الهاوس هولز الناس الكيوت اللي طبيعي اصحاب ايه معلش اصحاب المزايا اصحاب المزايا على فكره ده يعني دي كلمه صحيحه في الاخر هم عندهم شريحه معينه من الناس بيخاطبوها، بس فكره الشريحه دي ان هم قالوا ان المكان بتاعنا ده بدل ما انت علشان تاخد كابتشينو جميل لازم تروح مثلا ستاربكس او حته معينه، لا انا هخليه موجود عندك في البيت او في الشغل صح. فعندي مكنه صغيره دلوقتي هدوس عليها هتنزل لي يعني المزاج بتاعي، نزل لي حته الكابتشينو بشكل مثلا كويس او الفيلم اللي عندي. هي الفكره بتاعتي مش مثلا انك تخلط كذا فيلم مع بعض يعني العلب دي بيبقى فيها ايه؟ العلب دي يعني بص لك الكبسوله ديت انت بتشتريها، هم بيبيعوا الكبسولات ديت بتدخل الكبسوله جوه المكنه وبتدوس عليها بتروح المكنه، يعني الكبسوله دي فيها بن متخلص فعلا بشكل معين وفليفر ومضغوطه تحت ضغط معين، لما بتستخدمه في المكنه بتروح المكنه منزله البن دوت بعد العصر وبتاع ديت المايه السخنه تنزله في الكوبايه بتاعتك، فبيبقى المحصله النهائيه هو انك جايب يعني قهوه او يعني كوفي يعني بكواليتي عاليه لان الكوفي بلس بتاعهم، وبتعمل نفس الكواليتي يعني نفس الكواليتي اللي بتاخدها من مثلا ستاربكس او دكتور كيف او الاماكن الثانيه بتاخدها في البيت. وطبعا هم عندهم لعب في حته كتير، يعني الكواليتي بتاعت الاسبريسو مثلا دي يعني عندهم اكتر من يعني مش قصدي اكتر من كواليتي قصدي اكتر من فليفو، يعني الكواليتي بتاعتهم عاليه واكتر من فليفو، فانت بتضمن انك بتاخد يعني كواليتي معينه وفي البيت يعني سهل الحصول يعني سهل الحصول عليه. طيب هم دول الكاستمر سيجمنتس بتوعهم، يعني هم بيخاطبوا الميديم بتوع الكاستمر سيجمنتس دول، وبعدين يعني الفاليو بروبوزيشن الجماعه دول لما جم قدموا ايه؟ قالوا يعني اي حد عايز مثلا يعمل كابتشينو او كده كان بيجيب البن ويحطوه في بتاع المكبس ديت، وبعدين يحطه في المكنه، بعدين لازم ستيم سخن يعدي، بعدين مش عارف ايه، يعني عمليه معقده شويه. فالجماعه دول قالوا خلاص يا جماعه المكنه الصغيره بتاعتنا ديت دي واحده من الفاليو بروبوزيشنز اللي مش موجوده في الماركت. انا عارف ان في ناس اصحاب مزاج عاوزين يعملوا القهوه في البيت، وانا هخاطب الناس دي بالبروبوزيشن بتاعي اللي هو ده. طيب انا جبت المكنه ديت وهكسب ان شاء الله من وراها اكيد، محتاج اخاطب الناس بفليفرز مختلفه، انا بحب الاسبريسو، ده بيحب الكابتشينو، حد تاني بيحب اللاتيه، واحد بيحب البندر، واحد عاوزه بالكراميل، الفرايتيز موجوده، فدي الفاليو بروبوزيشن الثانيه اللي هم قدموها. عندي الاسبريسو بادز اللي هي العلب الصغيره ديت، وعندي الاسبريسو ماشينز اللي هم عاملينها. وطبعا في سيت اوف ماشينز ما عملوش ماشينز واحده، في مجموعه كبيره منهم. طيب ايه الشانلز اللي هم قدموا عن طريقها البرودكتس؟ حد يتوقع الشانلز اللي هتظهر معانا كده ممكن تكون ايه؟ المحلات الكبيره الرسيلات كويس الجهاز ممتاز البورتال ممتاز الشانلز اللي اخر احنا قلنا تعليقات بوصل للعميل ازاي؟ يعني ممتاز لا بوصل للعميل ازاي؟ يعني ايه الشانلز اللي انا بوصل للعميل؟ الفنادق دي صح بس انا بحط الفنادق في كاستمر سيجمنت استخدمها كشانلز، يعني اصلا الشهر الناس بس كانت موجوده في الفنادق المجاني. اوكي. اول لما نزل الطفل. ده تسويق جزء تسويق. اوكي. هو ده شانلز. اوكي. طيب انا يعني الشانلز اللي احنا شفناها اللي هي قدمت البرودكت دوت طبعا ممكن يكون في اماكن ثانيه كتير، بس يعني مين الستورز الريتيل السايت اللي هي نسبريسو مثلا بتوع الكول سنتر، ممكن كان حد يعني يطلب الكول سنتر يعني يدليفر لي البرودكت الماشين او البوت. وطبعا الشانلز هنا يعني ممكن تكون مش نفس الشانلز اللي كانت موجوده في الجلف او في الميدل ايست، يعني في الاخر الشركه بتبدا مثلا بزنس موديل معين، لو جت تغير
الـ مثلا الانفايرمنت نفسها. لو انا قدمت البيزنس موديل ده في الستيتس مثلا بعدين جيت احطه في الجلف، اكيد عندي شويه فاكتورز كده هغيرها في البيزنس موديل. فدي الفاكتورز دي لما بغيرها احيانا بحتاج تعديل في شويه حاجات في البيزنس موديل بتاعي. طيب وبعدين يعني الريفينيو ستريمز، انا عارف ان في ريفينيو ستريم اللي هو من بيع الماشينز، الريفينيو ستريم الثاني اسمه ايه؟ الكبسولات. طيب يعني بيع الـ يعني بيع الماشينز ديت احمد كان قال عليه نوع معين من الريفينيو ترانزاكشن. ممتاز جدا. عندي ترانزاكشن اللي هو بيع الماشينز اللي هو بيع لوحده زي ما يعني ببيع مره واحده واخدت فلوسي وخلاص. وعندي اللي هو الريبيتيف او الريكيرنت او السبسكريبشن بيز اللي هو انا ببيع اكتر من مره. انا عارف انك وانس انك اشتريت الماشين ديت هتحتاج كل يوم تجيب الكبسولات بتاعتك. فدول النوعين بتوع الريفينيو ستريمز. طيب ايه الكي ريسورسز اللي موجوده عندنا؟ عندهم باتنت هم اخترعوا المكنه دي كانتش موجوده مثلا قبل كده، وعندهم البراند بتاعهم برودكشن فاسيلتيز، وعندهم الكوفي. لازم طبعا يعني في الاخر هو بيخاطب مين هنا؟ اصحاب المزايا. فلازم يجيب الكوفي بجوده عاليه عشان يقول للناس انك لما تنازلت وما نزلتش تجيب مثلا من ستاربكس او من حته معينه وعملته في البيت اخذت نفس الجوده ونفس الكواليتي. لحد هنا الموضوع واضح ولا حد عنده سؤال؟ حضرتك معلقتش على الكاستمر ريليشن شيبس. لا صح صح. احنا اتفقنا ان الكاستمر ريليشن شيب هي ازاي ببني علاقه مع العميل صح؟ قبل ما اعلق على الاسبريسو، حد يسمع عن براند مثلا اسمه تابر وير؟ تابر وير عرفناه منين اغلبنا يعني؟ يعني اغلبنا عن طريق الزوجات وكده يعني كويس. تابر وير كان عندهم استراتيجي ظريفه جدا على الكاستمر ريليشن شيب. هم بيعتمدوا على ان يعني الامهات تبيع لبعض او يعني يعملوا زي كلاب. الكلاب دوت اللي يدخل فيه بياخد ديسكاونت برسنتج معينه على بريميوم برودكت. فانت مثلا لو مشيت في الشارع الاول يعني ارجع بس ستيب ورا، تابر وير شركه بتعمل المنتجات اللي هي البلاستيكيه دي بتاعت مثلا قوارير المياه او اكواب او الحاجات اللي بتدخل جوه الفرن بتاعت المطبخ او كده، بس بتعملها من بلاستيك يعني بدرجه معينه من التريتمنت بيخليه يبقى للحراره وبيخليه يستحمل وجود الميه فيه مثلا والمواد الغذائيه فيه الفترات. فهو انتشر بشكل كبير وهم ليهم كاستمر ريليشن شيب موديل مختلف شويه. ان هم بيعتمدوا على ان البيع بيكون عن طريق الناس وبعضها زي يعني تشين. يعني انا مثلا لو انا في الكلاب دوت باخد ديسكاونت وبعدين ببيع مثلا لام ثانيه، الام بتبيع تقدر تبيع لحد ثاني وهكذا. فانا بس ده مثال من الامثله بتاعت الكاستمر ريليشن شيب. انا علاقتي بالعميل مش لازم تكون علاقه مباشره في البيع، ممكن يكون يعني ان انا عامله مثلا او ان انا يعني كشركه هنا الاسبريسو عامله مثلا اسبريسو كلاب، شايفه ان الناس اللي هم غاويين قهوه او كيفه قهوه دول يستاهلوا معامله مختلفه، فعامله لهم كلاب معين بتقدر تديله فيهم سيرفيسز، تديهم ديسكاونتس، تديهم حاجات مختلفه. حد عنده مثال تاني لمثلا شركه يعني بتقدم كاستمر ريليشن شيب موديل حلو؟ لا انا كنت عارف بس ان ده حل تسويق يعني جميل جدا اللي هو بتاع التطور ده. صحيح. اللي هو انك تخليك مثلا تشتري منتج بخصم معين. صحيح. وانت يعني انت تستفيد من الخصم لو استخدمت المنتج لنفسك، وفي نفس الوقت برضه انت تستفيد منه لو بتاعك تاني. صحيح. الريالتي بروجرامز، الريالتي بروجرامز ممتاز. انا عاجبني كلمه الريالتي. حد عارف الريالتي يعني ايه الاول؟ يعني كلنا عارفين الريالتي يعني ايه ولا محتاجين نعرفها؟ الولاء طيب كده واضحه يعني واضحه الريليشن شيب، واضحه ان انا لما عندي علاقه كويسه مع العميل بتاعي ببقى باتراكت نفس العميل دوت اللي بيشتري مني اكتر من مره او اتعامل معايا اكتر من مره. طيب بعد كده في اكتيفيتيز اللي هم البرودكشن والماركتنج، هم شايفين دي الاكتيفيتيز بتاعتهم. الكي بارتنرز مثلا ممكن نقول ان هو الماتيريال مانيفاكتشر والكوست ستراكشر. هو عنده يعني هو الاول كان بيبيع ماشينز، فبيع الماشينز بيبقى هول سيل دايما. انا ابيع ماشينز ابيعها مثلا من هول سيلر لهول سيلر، بيديها ريتيلر والناس تشتري بعد كده. انما انا غيرت دلوقتي بقيت ببيع البونز دي، فالبونز دي هبقى ببيعها للكونسيومر كاستمر على طول. فممكن احتاج يكون عندي بي تو سي ديستريبيوشن، يكون عندي ماركتنج، يكون عندي ماركتنج، يكون عندي يعني اكتيفيتيز ثانيه ليها علاقه بالحاجه اللي انا بقدر اكتبها.
هل شايفين البيزنس موديل بتاعهم واضح شويه؟ ولا مش عارف افكر هو كده في ريسورس ممكن تبقى حاجه من الحاجات الثانيه يعني هنا الديستريبيوشن شانل زي الشانلز ممتاز. انت قصدك الشانلز في الاخر اللي انا مخاطب منها هم دول صح؟ يعني هم دول الشانلز بتوعي، بس انا محتاج دايما الريسورس والاكتيفيتيز الحاجات اللي انا محتاجها عشان افولفيل فيها التارجت اللي انا حطيته. ايه احنا اتفقنا ان دي مقسومه نصين، ده النص بتاع الفاليو. فانا حددت مثلا ان انا هتارجت الناس عن طريق الاسبريسو دوت كوم صح؟ عن طريق الويب سايت. الويب سايت ده اكيد محتاج ريسورس يا اكتيفيتي عشان ابنيه او اخليه شغال او اقدر اعتمد عليه وهكذا. فانا بترجم هنا في الريسورس والاكتيفيتي ايه الحاجات اللي محتاجها عشان تديني الفاليوز الفاليو بروبوزيشن للكاستمر عن طريق الشانل دي. طيب عادي يعني في حد عنده سؤال تاني شايف ان محتاج مثلا توضيح على جزء معين؟ طلع انا كنت فاكر المكنه دي يوم بريزدنت كانت سعرها غالي صحيح المكنه نفسها صحيح. فدلوقتي يعني ممكن انا اصبر كده 4000 ريال 5000 ريال صحيح دلوقتي ممكن بعها رخيصه صحيح وبيعتمدوا في التسويق على موضوع الكابسول. ممتاز الحته دي مهمه جدا لان الموديل بتاع البيزنس يهمه قوي 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 انه ياخد فلوس متتابعه يعني انه يدخل في الكرنت انجيجمنت مع العميل اكتر من الترانزاكشن بالظبط يهمني ان في كاش فلو. طبعا يعني اي حد شغال في مجال الاي تي هيلاحظ ان في شيفت مش طبيعي ان كل الشركات كانت بتقدم برودكت كنت الاول تروح تشتري مثلا اوفيس تدفع فيه كام؟ يعني مبلغ معين. فاحنا مايكروسوفت مقدمه اوفيس 360 على كلاود تدفع سبسكريبشن. ادوب نفس النظام لو حد مثلا ديزاينر كان بتشتري الفوتوشوب بسعر مش عارف $140 ولا $200 حاجه بالمنظر دوت برضه عملت شيفت قالت لا انا هديك سبسكريبشن شهري تدفع مبلغ وتاخد الكلاود سيرفيس تاخد السي سي يعني السويت كله يعني مع مجموعه برودكت تاخدها لما تدفع سبسكريبشن. فالشيفت بتاع السبسكريبشن ده بيديك براء او بيديك يعني ريفينيو اعلى من الاغلب وناس كتير او شركات كتير بتحاول انها تطبق. حضرتك كنت هتسال بالنسبه لابروت ان هو يعني اهم قضيه الاستثمار يعني قضيه مثلا من اهم عناصر التكلفه يا عم كتدير فرانشايز ووصول فرانشايز صحيح. فبالتالي انا لما شغال بركز على التشغيل فقط ولا بشتغل على ثلاث انواع من التمويلات والتمويل والتشغيل والاستثمار يعني اغلب الموديل ممكن تكون نسبه كبيره من نجاحها هو كان الرسوم الاستثماريه مش من ايراد التشغيل. فبالتالي هل البيزنس موديل ده بيختص فقط ايراد التشغيل ولا المفترض يدخل فيه الاستثمار والتمويل الاسواق؟ انا هقول لحضرتك حاجه البيزنس موديل ده في الاخر بيفيجواليز الايديا اللي عندك كويس. فانا ممكن افيجواليز الايديا وانا مش معتمد على الفرنشايز خالص صح؟ او ممكن بشكل تاني اقول انا جزء كبير من البيزنس موديل بتاعي زي ماكدونالدز مثلا هيعتمد على الفرنشايز. ساعتها هعمل ايه؟ هقول ان جزء من الفاليو بروبوزيشن مثلا اللي انا بقدمها للعميل زي ماك ان انا هبقى موجود في افري كورنر. انا كل كده لف الشارع هكون موجود فيه صح؟ وهحتاج ان اتواصل معاه عن طريق فرانشايز فهحط الفرانشايز في الشانلز اللي عندي. ساعتها هلاقي ان عندي ريسورسز واكتيفيتيز محتاج احطها في كوست ستراكشر عشان اوصل للفرانشايز دي. اتمنى يعني الصوره واضحه شويه. طيب احنا كده يعني فهمنا بشكل سريع البيزنس موديل بتاع نسبريسو. الحاجه بس اللي عايز اعلق عليها هو ان البيزنس موديل ده ممكن يبقى ساكت خالص يعني حته شويه رسومات بالمنظر دوت وممكن يتحرك او يتكلم. ازاي اقدر اخليه يتكلم؟ حد يعرف مثلا هنا يعني يطلع يعني ستوري مثلا؟ في الاخر بنحاول نخلي البيزنس موديل يحكي قصه. يعني لما نقول انه يحكي قصه يكون القصه دي واضح فيها ان الفاليو بروبوزيشن ده موجود مع اني مثلا كاستمر سيزون والفاليو بروبوزيشن الثاني موجود مع اني كاستمر سيجمنت. وبحاول استخدم في الستوري دي الكابلنج بولز علشان اشرح ان مجموعه الفاليوز دول او مجموعه البيبرز او السيكي نوتس دول بيحكوا حاجه معينه مترابطه مع بعض. كويس؟ هي دي بس الهدف. يعني ممكن تكون يعني مش واضحه 100% على كل البوكسز بس واضح ان انا الكوفي دوت بحطه في الاسبريسو باتس ديت اللي هي الصغيرين دول وهو ده اللي بيعمل لي ريبيتيتيف باد سيلز. فلو انا جيت اعرض الموديل بتاعي ده على واحد انفستور اول لما يبص هيفهم ان انا عندي ستوري ليها علاقه بالكوفي بالذات عشان انا استخدمت الكالر كودز المختلفه بتاعتي. احنا اصلا يعني المعتاد ان الكانفاس دوت بعد يعني الستاندرد بتاعي اللي هو موجود عندي ببقى معايا شويه ستيكي نوتس باخد الستيكي نوتس ديت وابدا افيجوالايز الايديا بتاعتي. احط مثلا نوت هنا احط نوت هنا احط نوت هنا احط نوت هنا احط نوت هنا. وفي ناس بتاخد يعني عشان الموضوع ده كان حد سال عليه هو لو انا انفستور في ناس بتاخد الـ
الكانفاس ده او الموديل ده مثلا واجيب 7 او 8 ان انا عاوز اعمل انفست يعني انفستمنت معاهم واخلي كل واحد يعمل الموديل بتاعه ويعرض الموديل بتاعه من بورد مثلا او على مكان معين والناس اللي حاضرين في القاعه دي كل واحد 10 فوتس او 5 فوتس وكل واحد من اللي في القاعه دول يحط فوت على الخمسه مودلز اللي موجودين قدامه هلاقي في الاخر ان في بزنس موديل اخذ 50 فوت او 30 فوت وفي واحد اخذ 10 وفي واحد اخذ 15 في واحد اخذ اقل في واحد اخذ في المعتاد الناس لما بتفوت في المعتاد الناس لما بتدي فوتس عاليه بتبقى بتديها على الفاليو بروبوزيشن لان هنلاقي ان اغلب يعني اهم نقطه يمكن الفاليو بروبوزيشن مش على مش دايما على على الموديل ده هيرجع كام لان عشان اقول الموديل ده هيرجع لي ريتيرن انفستمنت قد ايه في شويه اناليسيز اقدر اعملها واضحه الصوره كده هل حد عنده يعني سؤال في الموديل بتاع الاسبريسو هنقدر نعمل يعني موديل شبيه للميدي فوتشر بتهيألي يعني جوجل لا هعدي جوجل عشان الوقت بس نلحق ولا ايه؟ طيب حسين الموضوع واضح ولا ممكن ناخد يعني موديل تاني مثلا بتاع جوجل وبعدين نبدا في ال هي دي ده بيزنس موديل الموجود ده انت ازاي تقدم سيرفيسز بزيرو فاليو طبعا مش هتعيش كده لازم يبقى في طريقه ثانيه شركه خيريه تقدم خدمات معينه بس لازم حد تاني يديله خدمه بفلوس ما ينفعش انا كده مجانا كده مش هتمشي معايا نفس حكايه ده بيزنس موديل بتاعك انت ممكن كده تعمل كده الفري دوت البيزنس بتاع الفري دوت يبقى عندك حاجه سيرفيس معين دي الكاس معين بفري بس في حد لازم يساعدك طبعا عشان ادي الكلام دوت عندي انا كاس سيرفيس انفورميشن في انفورميشن فيها عندي هنا في ريسورس للبريس سيرش بتاعتي انفراستراكشر عندي هنا اكتيفيتي انفورميشن ديت تليفون كده عشان اقول لهم الانترنت كونكشن عندي هنا الانترنت باندويث الاي دي ولا الكوست بتاعي احط الكوست بتاعي بعد كده عندي بقى السيجمنت الثانيه السيجمنت الثانية هي مثلا بعد ما استخدم كار كودينج يعني في ستاند ستيك نوتس انت لما تيجي تعمل جواز زي ما انا عارف ستاند ستيك نوتس ليه مثلا هو هتكتب على الكانفاس ليه؟ عشان ببص عشان ستيك نوتس انا اطلعها قسم ده احط قسم بقى شيل قسم ده ارميه فبتقعد تلعب انت براحتك فبتستخدم ستيك نوتس عشان تقدر تبقى فليكسبل خالص وهنا دوت عندك ادفايزر ادفايزر هتجيب ايه اللي هو يعمل اد عشان يقدر يعمل ريتش وسيرف من خلاله وهنا الشام هنا جوجل اد ده بورد دي جابتها اللي هنا الفيديو هيجي هنا بسبب الاعلان بقى هو هيجي هنا البورد اوبشن فهنا ديت ده كده الموديل بتاعي بتاع ده الموديل بتاع جوجل شفتوا انتوا الموديل عامل ازاي ده الموديل بتاع جوجل ازاي ده اي كيو ريسورس هنا اليوزر بتقول اليوزر ده اللي هو ده بدون يوزر هنا كي ريسورس يعني هنا كان في الموديل عندي كان في كاستمر في النفس ان حد تاني كان ريسورس كي ريسورس من غير ده انا ما كانش دول مش هيشتغلوا دول بيجوني اساسا بسبب ان ايه؟ ان ده عندي كي ريسورس عندي داتا بيس كبيره فيها يوزر كتير جدا بيخشوا عندي فده كان يعني شرح البيزنس موديل بتاع جوجل سيرش كده خلاص بقى في هي طيب كده عدينا على يعني البيزنس مودلز المختلفه وعرفنا ازاي بنبنيهم بعد كده هنتكلم على نقطتين جراوند رولز وبيست براكتس انا لما اجي في ورك شوب اطبق ده انا فهمته من البيزنس مودل دوت ايه الجراوند رولز اللي خلي بالي منها وايه البيست براكتس اللي ببص عليها الموضوع يعني شويه رولز بسيطه جدا بعضهم قلناهم اوريدي يعني مثلا يوز ستيكي نوتس اون ذا كانفاس حاول ان الكانفاس يبقى عليه ستيكي نوتس بتوضح الايديا بلا 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 دي كلمه مشهوره يعني بتعبر عن يعني الكلام عموما ان احنا بنيجي كلنا كده نقف قدام الكانفاس ونبدا نتكلم ناخد ربع ساعه كلام وما بنطلعش حاجه فهو بيقول لك لا يعني سكيب الجزء بتاع الكلام دوت وحاول انك تاخد الاكشن على طول وجاست ستوب يعني السؤال اللي الناس كتير جدا بتساله ابدا منين؟ هل فاليو ولا كاستمر ولا سيجمنت ولا وات ايفر؟ انا عندي امثله لكل واحده فيهم يعني
انت ممكن مثلا تبص لشركه زي سكايب، يعني في سكايب احد الامثله اللي ممكن نشوفها بعدين يعني. بس الفكره ان جزء كبير من نجاح الشركه كان معتمد على الكوست بتاعها، الكوست ستراكشر بتاعها. النهارده علشان اي مثلا شركه يعني تيليكوم او اوبريتور يقدم خدمه الاتصال الصوتي ما بين طرفين بيحتاج انيشال انفستمنت كبيره جدا، بيحتاج انه يركب ابراج ويعمل شبكه وانفراستراكشر عظيمه جدا عشان يقدر يعمل المكالمه بين الشخصين دول. السكايب اول لما جم قدموا نفس الفاليو بروبوزيشن، ان انا هعمل مكالمه بين شخصين بس من غير الانفراستراكشر او الانيشال كوست، مش هبني شبكه ولا هبني ابراج ولا كده، انا بالعكس هستخدم الانترنت عشان اقدم السيرفيس دي. فممكن ابدا من اي مربع من المربعات، ودي النمبر بتقول لي ستارت اني وير اند ويز اني بيلدينج بلوك. وبعدين نقول نمبر 4 يعني نيفر يوز بوليت بوينتس، انت افضل حل ان اللي مثلا الستيكي نوت دي يكون عليها رسمه وكلام او كلمه صغيره توضح عن اللي انت عاوز توصل. ما تستخدمش بوليت بوينتس عشان ما تصعبش الموضوع في انك تشرحه لحد بعد كده. بعد كده افويد تو ماتش ديتيلز، احنا هنا باصين فوق يعني باصين من الاستراتيجيك ليفل مثلا او يعني البرودكت ليفل، مش محتاج انزل انتو فيري ديب ديتيلز عشان يعني اغطي النقط بتاعه الكامبس دوت. وبعدين نقول نمبر 6 بي بريسايز في اتش بيلدينج بلوك، حاول تكون دقيق لكل بلوك او ستيكي نوتس اللي انت بتحطها. حد عنده اي سؤال في الجراوند رولز؟ حد معترض على رول من الرولز؟ طيب هي نمبر 3 بس انا ممكن نمبر 3 انا ممكن ابدا بحاجه تشجعني، يعني ابدا بحاجه في الاخر جول انا هحاول بناء عليها ابني بدايه. صحيح، ممكن انا اشوف البروبوزيشن بتاعي ايه، يعني ممكن انا والله فكرتي بتعتمد بشكل كبير جدا على مش بس البوست زي مثلا ما قلنا سكايب، بتعتمد بشكل كبير جدا على الفاليو بروبوزيشن. انا بقى الفاليو مش موجوده للعميل النهارده، حتى بالفاليو بروبوزيشن. بس في الاخر انا واثق اني عاوز الكانفاس بتاعي دوت احسن حل ليا ان هو يحكي ايه؟ يحكي ستوري قصه. افضل حاجه ان الكانفاس دوت ما يكونش بيجاوب على اسئله، يكون بيحكي ستوري مترابطه معاه. كويس؟ طيب بعدين عندي شويه بيست براكتس برضه. اول حاجه يوزنج الكالر كودينج، يعني انا افرق الستوري ديت او استخدم الكالر كودينج عشان افرق الاليمنتس المختلفه اللي عليه. ثاني براكتس ستارت سيبريتنج از از اند تو بي، ودي واحده من التشالنجز الناس تاخدش بالها منها. لو انا بعمل كانفاس الشركه موجوده، هل هبدا يعني هحط في نفس الكانفاس اللي عندي واللي عاوزه، ولا هحط اللي موجود النهارده في كانفاس او في موديل وبعدين احط موديل ثاني للتو بي؟ بقى فرق يعني بين الاثنين دول. فاكتس اند اسامبشن، خلي بالك يعني انا مش بحط كل معلومات موجوده وخلاص، انا ممكن احط اسامبشن غلط وده في الاخر المفروض انه على استراتيجيك ليفل هيبوظ لي بشكل كبير قوي الموديل، هيديني يعني استيميت للريفن اللي ممكن اطلع بيه من الموديل دوت، والاستيميت ده مش صحيح تماما. فبفرق بين الفاكتس حاجه اللي فعلا برنون، والاسامبشن حاجه اللي انا حطيتها كفراغ يعني. بعد كده ديزاين بزنس موديل في ستوري، خلي الموديل يكون بيحكي ستوري او قصه معينه. every building block is connected to the other، يعني ما احطش value proposition واجي في الكاستمر سيجمنت احط عميل ثاني. العميل بشكل كبير جدا بيحدد اذا كانت الفاليو دي ملائمه او مناسبه ليه ولا لا، والاثنين دول مع بعض بيحددوا اذا كان الشانل اللي انا حاططها فعلا هقدر اوصل للعملاء منها ولا لا. انا لو جيت اعمل مثلا يعني شركه دعايه واعلان وبعدين قلت انا هبدا اقدم خدمات الدعايه والاعلان دي عن طريق اعلانات التلفزيون، هلاقي ان استادي بسيطه جدا بتقول ان اعلانات التلفزيون النهارده بالديكي مش بتوصل للكاستمر ريتش عالي، لان الكومبيتيتورز بتاعهم اللي هم اعلانات اللي موجوده على يوتيوب او على فيسبوك او السوشيال ميديا اعلى بكتير. ففي الاخر لازم الحاجه تكون مترابطه، الفاليو هتوصل لكاستمر عن طريق شانل معينه، هتحتاج مني اكتيفيتيز وريسورسز معينين هيكلفوني كوست هيدوني ريفينيو، لازم احاول الموديل يكون مترابط بشكل. طيب بعد كده سيبريت ديفرنت ايدياز وستوريز انتو ديفرنت كانفاس، مفيش مشكله ان انا اعمل من الكانفاس دوت 10 فيرجنز او 12 فيرجنز او عفوا مش 12 فيرجن يعني 12 كانفاس او 12 موديل، لان في الاخر بقى ايفالويت المودلز دي وهو الموديل ده هو ادق او افضل موديل بيريبريزنت الايديا بتاعتي واقدر احقق بيه اعلى ريفينيو يعني. دول بس اللي هم البيست براكتس بتوعنا. لو حد عنده جزء يعني اسئله في الجزء ده بعد كده ورك شوب، فالورك شوب المفروض ان شاء الله هنوزع الكانفاس، هنحاول نقسم مجموعات ويعني ونشوف البيزنس سايد اللي موجود. استاذنك اخد سؤال ورا بعدين. طب لو دلوقتي في حد داخل على فكره جديده هيعملها بيزنس موديل حلو وعمل بيزنس موديل مره واثنين وثلاثه وعمل فوتنج عليه ووصل اللي هو ده الايديال بيزنس موديل جميل، شيء ينفذ
لازم يبقى فيه ديتيل دراسه جدوى وكده. هل بعديها يعمل بزنس بلان تفصيلي عشان يشتغل ولا ممكن يشتغل على طول بزنس؟ والله انا شايف ان الحته دي يعني مش هقدر اقول لك انفستور وعايز اقنعه فهيقول له طب انت مش هقدر اقول لك رايي القطع فيها يعني، لان هي على حسب يعني. انا ممكن الاقي ان مثلا الكوست بتاع البيزنس يعني الكوست بتاع البيزنس بتاعي عالي جدا، فعلشان اعمل انفستمنت هحتاج بزنس بلان تفصيليه شويه. ممكن اكون بفكر كده او افكر بالترند الحديث اللي هو كل الناس تقول عليه اللي هو انا هعمل ايتريتيف بزنس موديل، هشوف ايه اقل حاجه اقدر اعملها تدي الفاليو اللي بدور عليها واعمل بيها ماركت تيست. هعمل حاجه اسمها مينيمم فايبل برودكت او برودكت صغير جدا يديني ماركت تيست. افتراضا ان انا بعد ما قعدت عملت مثلا موديل كبير ان اعمل صفحه على الفيسبوك ابيع بيها البرودكت اللي انا عاوز اقدمه للناس من غير اي ديستريبيوشن شانلز، من غير يعني تعقيدات، هحاول بس اعمل مودلز وابيعها. والله الفكره دي نجحت، يبقى فعلا انا عملت تيست الايديا واقدر اكبرها بعد كده مره او اثنين او ثلاثه. اتمنى النقطه دي. حد عنده اهم كان عندك سؤال؟ الكفر دي جيبه ليه؟ دي كفر ايه؟ طيب اللي بعتك في الماتيريال لا زي لا مربوع يعني انا خدتها مرة خدتها وانت ماشي جي بي دي ايه حلو هو ماشي خلاص انت برايم اس اي مربوع طبعا في دي الواحدة ماشي الاس اس تو بي لازم احط الاس اس يعني لازم انا هبدا فلوس كلكشن لو انا مش عايز لو انت مش صاحب بزنس مفيش اساس لو انت شركه لا هي شركه اوريدي وفاشله يعني انا هي شركه وفاشله لو هتسالني رايي لو هي شركه وفاشله لازم تحط لها اساس عشان تتفادى يعني انا في الاخر هي فاشله لسبب من الاسباب يعني احنا في اتفاق كده ضمن ما بين المفترض ان اغلب الشركات اللي فشلت تكون فشلت بسبب واحده من التسعه دول حد عنده اعتراض على ده؟ لان ده يعني الفاليو اللي احنا بنقدمها فلو هي فاشله انا لازم احط الفشل في ايه؟ ممكن الفاليو بروبوزيشن مش عالي، ممكن انا ابقى تارجت كاستمر واصلا البرودكت بتاعي دوت شكله كاستمر بس تانيين. حد عارف قصه تويتر؟ يعني تويتر بدا ازاي اصلا؟ يعني انا مش هدخل في التفصيل بتاعها بس يهمني اقول ان تويتر اول لما بدا كان ليهم بزنس موديل معين وبعد شويه من البيزنس موديل ده والعمل اللي هم بيتارجتوهم فشل فاتجهوا للبيزنس موديل تاني. ده احيانا كتير بيحصل. انا بلاقي الفاليو اللي بقدمها مش هي اللي انا يعني مش راحه للكاستمرز دي فبعدل شويه حاجات في البيزنس موديل عشان يبقى انسب للكاستمرز دي. طيب حد عنده سؤال تاني في الشغل دلوقتي؟ نقدر نبدا في الورك شوبس؟ احنا الحقيقه كنا هنوزع المفروض ده يعني احمد عندها الحمد لله يعني احنا عندنا خمسه كانفاس تقريبا المفروض في واحد واثنين وهنا في ثلاثه اربعه اعتقد ان في واحد كمان هو هنبتدي ستيكي نوتس. الهدف من بس الورك شوبس ده يعني ايه؟ اعرفكم هتعملوا ايه بعدين هنبدا نقف على الكانفاس. يعني الهدف كنا ان احنا نتقسم يعني المجموعات مثلا على الخمسه كانفاسز اللي موجودين دول وهنعمل ستيكي نوتس. هنحاول في اول خمس دقائق ان المجموعه يعني يتفقوا على بزنس ايديا. ممكن تكون ايديا اصلا عند واحد وهيشرحها للناس وبعدين هم هيقتنعوا بيها ويبداوا ياخدوا يحطوا يعني يبنوا الكامبس دوت في الحاجات اللي موجوده معانا الستيك نوتس اللي موجوده معانا. بعد ما نبدا الكامبس ان شاء الله هنعمل بس ريفيو سريع قوي نتاكد ان احنا فعلا يعني فهمنا او اخذنا الفاليو بتاعت البيزنس كامبس دوت. حد عنده فكره جديده ممكن الشركه مثلا مش زي ما تتفق مع المجموعه، الفكره بس ان المجموعه هتعمله هتشرحه بعد كده فاحنا محتاجين ان هيعمل حاجه يعني ايه يفهمها مش لازم يفهمها بس يكون بذل فيها مجهود يعني كل حاجه بتيجي مع الايتريشن. طيب حد عنده سؤال الاول في الترتيب بتاع الورك شوب؟ كله محضر الافكار بتاعته وجاهزين يعني نوزع الستيك نوتس اللي نبدا على طول. طيب طبعا الستيك نوتس احسن تبقى 0 اي 0 او اي 1 بس احنا ما لقيناش للاسف ما لقيناش الموضوع اللي بتاع مهما كانش على اي 0 فجبنا على اي 3 فجبنا حتى اي 3 احسن تبقى كبيره يعني غالبا احنا بنعملها على اي 0 والستيك نوتس اللي هي كبيره يعني هي زي يعني اكبر على اكبر كده كده ده ده بنستخدم حتى يعني بنستخدم اللي هو الحجم ده في الستيك نوتس بس طبعا مش هتعرف تسافر على اليمين على الصغير ده هي دي معموله على الاساس كان مش كويس زي ايه ده اي 1 اي 1 ده اي 0 هتبقى احسن كمان يعني انت اي 0 مثلا تحط خمسه كده جنب بعض مثلا اي 0 في المكان وتبقى تشتغل بس اصحابك على عشان حتى البيزنس يشتغل يعني احنا عندنا مثلا كل اربعه مع بعض او خمسه
20 تقريبا في كل خمس مثلا مع بعض. عندنا واحده دي ممكن تشتغل عليها اللي هي كبيره شويه. وبعدين عندك واحده وعندنا واحده هنا اهو. فكل مجموعه يفكروا في 5 دقايق في فكره. حاجه جديده ويبداوا يشوفوا ال حط هنا وتحدد بقى تفكروا فكرة مع بعض وتشوفوا ال انتوا عشان تقولوا الشرع عادية ماشي 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 هو
فيجواليزيشن وفوكابلري البورتفوليو والبروجرام والحاجات دي يعني لما نكون هناخد الكلام ده بالتفصيل احنا لسه دلوقتي بنهايه انا عايز مثلا اشرح محمد واشرح يعني الناس اللي معايا انا بفكر في ايه بلاش انا عايز اقنعك تستثمر معايا في البيزنس موديل بتاعي دوت 2000 ريال مش هقدر اقنعك وانا مش معايا حاجه يعني اكلمك عن لو خدت مثلا الموديل بتاع شركه هي حدد الكاستمر والبرايسنج بتاعه هبدا مثلا محمد عندي يقول لي تعالى استثمر معايا 2000 ريال بص جاوب لي والله ما يجيبش او يجيب على حسب بس عندي حاجه اقدر شكرا
I'm going to go ahead and
Yeah.
ممكن انا اسوشيال ميديا كنت بقول لك انا مش عارف